ندد مواطنون وسياسيون ونشطاء مدنيون في مدينة خانقين بالتصريحات التي أطلقها نور المالكي في أعقاب حادثة مقتل الإعلامي محمد بديوي، مؤكدين أن الهدف منها هو تعميق الأزمات وإثارة النعرات بين المكونات العراقية. وشددوا في تصريحات لفضائية كركوك على أن القضاء يجب أن يأخذ مجراه الطبيعي في القضية كونها جنائية، وعدم السماح بتسييس القضية وجعلها مادة للترويج الانتخابي. من خانقين، عباس الأركوازي. أدان واستنكر مراقبون ونشطاء محليون في مدينة خانقين التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء نور المالكي بشأن حادثة الإعلامي محمد البديوي، مؤكدين أنها تصريحات غير مسؤولة ورأوها أهداف سياسية تهدف إلى تعميق الأزمات وإثارة النعرات في وقت حرج يشهده العراق. في الوقت الذي يتطلع فيه العراقيون إلى سيادة القانون وإلى استقلال المحاكم، يأتي تصريحات السيد رئيس الوزراء خرقا لكل الأعراف، ويأتي تحريضا على القتل. نأسف لما سمعنا ونسمع من تصريحات بعض المسؤولين وعلى رأسهم الأستاذ نور المالكي رئيس الوزراء، والكلمة التي أطلق حينها بأن باعتبار الدم بالدم هي مسألة عشائرية لا ينطبق مع واقع العراق الجديد والعراق الذي يتكون من قوميات وأعراق متعددة. أصابني ذهول عند سماعي تصريح رئيس وزراء العراق، عندما أقول العراق يعني عراق يشمل جميع أطراف وقوميات ومذاهب العراق. كون رئيس وزراء العراق يقول دم بالدم لعملية أو حادثة حدثت أثناء واجب أحد الضباط الرئاسة، استغربت جدا بقوله، لأنه يطالب بالدم الدم بالدم. بالبداية نستنكر بشدة من خانقين، كل الخانقين، استنكار شديد بالتصريحات الرئيس وزراء نور المالكي بهذه التصريحات يعني لا مسؤولة الدم بالدم. لأن القضاء شنو شغله؟ القضاء هو ياخذ مجراه بكل قانونيته، ومعروف قضاء مالتنا بالنزاهة، فماكو داعي الدم بالدم. حتى بالعشائر هالتصريح ماكو. إعلاميون أكدوا استمرار سياسة الكيل بمكيالين من قبل رئيس الوزراء العراقي نور المالكي، مشيرين إلى أن هنالك العشرات بل المئات من العراقيين يقتلون يوميا، وبما فيهم المكون الكردي، دون وجود أي موقف من قبل رئيس الوزراء تجاه الموضوع، مؤكدين أن تلك الجهات تسعى إلى تسخير هذه الحادثة لأغراض انتخابية. وقد فوجئنا بسياسة جديدة وهي حكومة ديكتاتورية تتسم بالتفردية بعيدة كل البعد عن الديمقراطية. صحيح نحن على قرب من انتخابات وحملة انتخابات، ولكن لا يصح أن تخلط الأوراق معا لتصبح القضية إلى سياسية. فكل ما حصل هناك تجاوز على القانون، وما حصل لهذا الصحفي هو مجرد تعامل بالقانون، ونحن ندعو إلى تعامل مع هذه القضية بالعدالة والقانون. ونحن نستغرب من تصريحات رجل بمكانة رئيس وزراء حول قوله الدم بالدم. هذا ليست من أخلاقيات رئاسة الوزراء وبروتوكولات الرئاسة الوزراء. ونحن هنا نطالب، أين ذهب الدماء 300 صحفي قبل هذه الحادثة؟ أين دماء تفجيرات العراقيين الذين يذهبون ضحية يومية ضحايا للتفجيرات؟ هل كان الرئيس وزراء كان حاضرا في هذه؟ أين هو من مقتل الدماء التي تسيل يوميا في جلولة والسعدية من الكرد؟ وأين هو من كثير من الحوادث التي تحصل حاليا في العراق؟ لم يكلف نفسه وأن ذهب إلى موقع لتفقد الحادثة، ولماذا هذه يعني في خصوصا هذه الظروف وأشعل الفتنة بين العرب والكرد؟ إن هذه السياسات الشوفينية والتي لم تنتج عنها إلا خلق الأزمات الواحدة تلو الأخرى، والتي لا تنصب في مصلحة الشعب العراقي وتؤدي إلى تمزيق اللحمة الوطنية، أصبح السياسات مكشوفة لدى الجميع. لفضائية كركوك، من خانقين، عباس الأركوازي.